هعمل بسبوسه الحلبه الفلسطينيه وهكتب لكم المقادير. هخلط المكونات الجافه مع بعض. هضيف نص كوبايه زيت زيتون وبصهم كويس مع بعض. هضيف نص كوبايه من لب، ضفت نص كوبايه من لب الحلبه وكوب من ميه الحلبه. هسيبها تخمر ساعه. بعد 45 دقيقة اهي خمرت. هدهن الصينية زيت زيتون واحطها في الصينية. هفردها في الصينية. بعد ما بفردها برسمها او بشرحها. ده شكلها. هدخلها الفرن على فرن متوسط لمدة نص ساعة. لما تتحمر الأطراف أحمر وشها. ما شاء الله شايفين التحميرة، الريحة تحفة. وادي اللون بتاع التحمير. أحط عليها الشربات سخن. هصب الشربات سخن. ما شاء الله تبارك الله الصينية اتنسفت أول بأول. تحفة.